السلام عليكم ومرحبا فيكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بنغلب اصعب باس في Elden Ring اللي هي ميلينيا بليد اوف ميكلا. اذا ما انت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو ولا تنسى تفعل جرس التنبيهات. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. اوكي ميلينيا تعتبر اخر باس رئيسي فرعي باقي لنا، تالي قربنا ان نخلص اللعبة ونكون جاهزين حق الاضافة. يلا بسم الله. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Boom, boom. Holy. Okay. Okay. يبغى لي أسخن من زمان ما واجهتها. رجع 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 رجع. يمكن تسويها الحين. هروب. مو سيء مو سيء مو سيء. خلينا نجرب نستخدم الفريزن بوتس عشان اذا راحت بتسوي الواترفول دانس نسوي لها ستاجر ونطيحها. نايس. لا لا اوكي والله ممتاز ممتاز صراحة. I am Melania,
بس يبغى لي اكون صبور وتعد وتجنب كل هجماتها وما استعجل. يعني هي معروف ان هي اصعب باس في Elden Ring. اوف سرعة سويت لها ستاجر. اوكي ترجع على طول بعد ما تضربها بهذا. كنا ها نايس. نايس اوكي اوكي ممتاز. You will witness true horror. Ouch. Holy. يا حيوان. لو ما تعالجت كان مداني اني اوقفها. خلاص عاد. Come over here. كيف صابني؟ اوكي هدي هدي سهل سهل. اوه بوي والله مو هذا كيف ما مات. متأخر والله متأخر ما بداني. نايس nice.
اوه هرا خلينا احتياطا نخلي هذا 1 2. اوكي لا 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 شكرا ميلانيا على الفرصة. لا طبعا هذا ما باقي لنا الا اربعة وما اقدر اسوي، وصراحة لا اخلص ما بروح اسوي فارمن، بقاتلها طبيعيا. لحد الان زي ما قلت الفيز الاول سهل، المشكلة او الصعوبة تكون ان هي حدها شو اسمه عنيفة في الفيز الثاني، حدها عنيفة في الفيز الثاني ما تعطيك مجال ابدا. نايس اللايت اتاك يخليها تصير ستاجر مرة سريع. لا قلت انا بتسوي على طول ويب، خلاص ما بقى لنا الا واحد ما نقدر نستخدمه الا في الفيز الاول. خلص خلاص ما عندنا كحين قاتلها بدون الفريزنج بوتس، فحين لازم اكون حذر اكثر عشان لا تسوي الواتر فول دانس. يا حبيبي بت الذين اخر ضربه ما شو اسمه سوتها بسرعه، ثانتني شو اسمه اتجنب وضربتني. يا بت الذين ايه هاد انتين. نايس اسوي الدوج مرة من وقت. شكرا على البريك.
ملانيا لو سمحت بس شوي. شكرا. احتياطا بس. بتسوي هذا اللي عنها، بتسوي الواتر فول دانس على اخر لحظة. خذي يا حيوانة. خلاص عاد. خلت مني ساعة تقريبا. Of a true lord. زي ما توقعت ميلينيا هي أصعب باس في ألدن رينج. أخذت مني تقريبا فوق الساعة، ساعة تقريبا أخذت مني. وحين كده يعتبر إحنا تقريبا خلصنا وجاهزين حق الإضافة. إذا استمتعتوا بالفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وإن شاء الله بأشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.